كل هذا اللي تكلمنا عنه، تكلم عن طرف واحد طرف ثاني، أنت اللي قاعد تسوي هالشغلات المؤسفة، هذا وين عقلك؟ وين بعد 10 سنوات شفت هذه المقاطع اللي أنت تتفاخر فيها بكل حدب وصوب؟ ما ودي أحلف، لكن بعد 10 سنوات هذه مقاطعك محفوظة، لما تشيب هاللحية تتحسف على هل يعني شيء مزعج، يعني ما أعرف إيش المفخرة الموجودة في هذه المقاطع. ما راح ننتظر لحد ما يشيب، إحنا اللي بإيدنا نرفع هالتطبيقات وإحنا اللي بإيدنا ننزلها، خصوصا طبعاً. أرضنا خصبة الأنظمة والقوانين، وشايفين إحنا كل ساعة إيش قاعد يصير.